وبنرجع بنصب عليكم مشاهدينا مشاهدي يوم جديد بباقي فقراتنا. واليوم معنا الدكتوره ريم الزعبي، وهي دكتوراه في المناهج وطرق التدريس في الدراسات الاجتماعيه في جامعه اليرموك عفوا. وبدنا اليوم نحكي عن كثير من الامور. دكتوره ريم يعني هي متعدده النشاطات ومتعدده المواهب، زي ما قلنا هي كان لها نشاطات في موضوع تمكين المراه، ايضا هي مؤسسه جمعيه تعنى بالبيئه وتغيير سلوكيات الاطفال اتجاه البيئه، وكمان رح نحكي اليوم اكثر عن المناهج التعليميه اللي قامت فيها من خلال ماده الفوم الصلبه واللينه حتى تقدر انها تساهم وتساعد الاطفال في التعليم، سواء الاطفال اللي ما بيشكوا من اي اعاقه وتحديدا اذا بدنا نحكي يمكن الاطفال المكفوفين ايضا. بالاضافه اليوم كمان معنا ضيفه اخرى وهي باسمه الحكيم. باسمه هي ناشطه اجتماعيه وايضا هي قائده مبادره بادري يلا نزرع، وايضا اللي رح نحكي فيها واللي اكيد دكتوره ريم كمان مساهمه فيها. صباح الخير، يعطيكم الف عافيه. صباح الخير، يسعد صباحك. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير لكم لاستضافتي بالبرنامج، وان شاء الله انه راح تكون مواضيع كثير حلوه وراح تفيد المجتمع المحلي ان شاء الله. ان شاء الله اكيد. اهلا وسهلا فيكم. ودكتوره ريم يمكن انت كنت، انا حكيت باستعراض الفقرات، من اصغر الدكاتره اللي درستي بالجامعه، كان عمرك 25 سنه. فانت هيك يمكن عندك نشاط وحيويه وحماس للانجاز من يعني من صغرك زي ما بيقولوا. طب اذا نحكي بدايه، قبل ما نحكي عن نشاطاتك، نحكي شوي عن المناهج التعليميه اللي قمتي فيها من ماده الفوم. بالبدايه انا لما انا مكمله مناهج واساليب تدريس دراسات اجتماعيه من جامعه اليرموك، البيئة المدرسية اللي موجودة حاليا بمحافظة إربد وبشكل عام بالمملكة الأردنية الهاشمية بتعاني من مشاكل هي بشكل عام بسيطة، بنشوفها إحنا بسيطة، لكن طريقة إيصال المعلومة للطالب بتختلف من معلم لمعلم وبتختلف من أم لأم. مشروعي كان بالبداية عبارة عن دورة تدريبية أنا حضرتها تحت عنوان ريادة المشاريع المصغرة. هاي الدورة كانت بتضم مجموعة من السيدات اللي عندهم حرف ومشاريع مصغرة لحتى يكبروها أول بأول ويوسعوها. مشروعي كان بعنوان إنتاج وسائل تعليمية للأطفال المعاقين بصريا والأطفال العاديين من خلال مادة الفوم الصلبة والمرنة. الطفل بالأوقات الحالية أغلب وقت فراغه أو أكبر وقت فراغه بيقضيه باستخدام اللابتوب والتابات والأجهزة الإلكترونية، اللي أثبتت الدراسات مؤخرا أنها بتقلل من تركيز وإدراك الطفل إذا يعني قعد على الجهاز لفترات طويلة جدا. فهذا الإشي كان دافع إنه أنا أوصل فكرة للأم إنه أنت بتقدري توصلي المعلومة وبتقدري تقضي أكبر وقت ممكن مع الطفل من خلال استخدام هاي الوسائل التعليمية. مادة الفوم هي مادة حسية سهل التعامل معها، بتتميز بألوان جدا رائعة، بتجذب انتباه الطفل باستمرار نحو الوسيلة. فالوسائل التعليمية بالمناهج هي عبارة عن أداة معينة، سواء كان جهاز أو ورقة أو قلم أو أي وسيلة بتستخدميها حتى توصلي المعلومة بطريقة أبسط. كمان الوسائل التعليمية اللي كانت موجودة على أيامي أنا بتذكر يعني بأيام المدرسة كانت عبارة عن خرائط جدا ضخمة بحملها طالبين أو ثلاث طلاب بيجيبها من المختبر. بنضطر أحيانا نجيب صور بتكون هي عم نتفرج على الصور. دكتورة ريم هاي الصور، هاي الصور من مادة الفوم. هاي الصور طبعا هي تفكيريه وبنفس الوقت ابداعيه. حلوة كتير. للطالب دور كبير جدا بتشكيل الوسيله التعليميه. الفكره الاساسيه ما فيها رسم نهائيا، يعني انا ما برسم نهائيا على اللوحه التعليميه، لا انا فقط بستخدم ماده الفوم واللون، بركب الصور تركيب. يعني اذا انتبهتوا في هاي لوحه مثلا الاحتباس الحراري ما عليها شرح نهائيا، فانا بطلب من الطالب اثناء الحصه الصفيه انه شو بتشوف انت باللوحه، شو شايف، فببلش عمليه العصف الذهني حتى اخذ اكبر جزء ممكن من الافكار من الطلاب. الطالب الواحد ممكن يعطيني فكره او فكرتين، بتصير عمليه تنافس بين الطلاب انه مين بده يعطي اقرب فكره للصوره اللي موجوده امامه. صح. بالنهايه انا بكون عامله جدول على اللوح او على السبوره امام الطفل انه بالافكار اللي يعني انحكت بالحصه الصفيه، عشان اطلع بالنهايه النتيجه النهائيه من الصوره. انا بهاي الطريقه نميت التفكير عند الطالب. صح. انا بهاي الطريقه جذبت انتباهه،
خليته يتعرف ويتميز على الألوان. الفكرة الأساسية من الوسيلة إنه أنا يعني أوصل صورة للتمييز البعدي أو المكاني، يعني ممكن أنا بدي أعطيهم تصور عن منطقة معينة جغرافية تكون بعيدة وما بيقدر الطالب يوصلها لهي المنطقة، ممكن أنا أعمل مجسم بسيط وأخليه يعيش على أرض الواقع كأنه فعلا بهاي المنطقة وعايش فيها. هلأ عم نشوف إحنا يمكن قبل شوي لما شفنا الصور وهيك، أكيد يمكن الصورة والطريقة بترسخ بذهن الطفل بشكل كتير أكبر، حتى لما بيتعلمها بتضلها معاه لفترة كتير طويلة. إذا بدنا نحكي على الأطفال يمكن ما بيعانوا من أي إعاقة، لكن الأطفال المكفوفين كيف ممكن يعني هاي المادة بهاي الألوان وبهاي الطريقة تقدر إنها تفيدهم؟ الإنسان بشكل عام بيستمد دائما معلوماته عن طريق حاسة السمع، فهي أول حاسة. يعني إحنا لما بدنا نتدرج بالحواس من اللمس فالشم فالتذوق أو السمع والبصر، رح نشوف إنه انت بتسمعي اكثر ما بتشوفي. دائما الانسان بيركز شو بيسمع فما بيركز على اللي بيشوفه، لكن اذا شفتي الصوره بتترسخ بدماغك اكثر. الاشخاص المكفوفين بيتعاملوا مع حاسه اللمس بطريقه جدا كبيره، يعني هم تركيزهم الاساسي على حاسه اللمس سواء كانت بالطباعه او بمعرفه او تمييز الاشياء. فانا عشان اتعامل مع الطفل المكفوف وعشان اقدر اوصل له الصوره بطريقه كامله، ممكن انا اجيب له سواء كانت مكعبات او اهرام ثلاثيه رباعيه حتى يقدر يميز بين هاي الصور. انا بقدر اعمل له المجسم واحطه قدامه واوصل له الفكره بطريقه مبسطه جدا. ليش؟ لانه بالنهايه الشخص المكفوف دائما لو بيكون بيحكي معك عن طريق كلامه معك بيكون بيتخيل صورتك بداخله بذهنه، بيكون راسم لك صوره. فانا ليش ما فعلا اخلي هاي الصوره حقيقيه؟ ليش ما اخليها واقعيه كانه شايفها واكثر؟ طب كيف دكتوره بنقدر ندخل هاي الوسائل التعليميه خلينا نقول ضمن المدارس، يعني نقدر انه نوظفها بطريقه كثير صحيحه؟ هلا انا باشرت يعني تقريبا هذا مشروعي له سنه، دخلت على مدارس واكاديميات كبيره باربد، فعلا لقيت اقبال جدا رائع على الوسائل التعليميه، ودخلت بمسابقات وكانت واحده منهم بمسابقه لابني لانه هو الطفل ابني عمره 5 سنوات، فدخلت بمسابقه وفازت اللوحه اللي هي لوحه الوسائل الحواس الخمسه اللي عرضتوها قبل شوي، فازت من بين يعني تقريبا 30 او 40 لوحه صممت بالمسابقة. الفكرة الأساسية أنه أنا ممكن أخدم جانبين بالمدرسة، الجانب الأول المعلم، ممكن أنا أعقد دورات تدريبية للمعلمين كيف ينتجوا الوسيلة التعليمية ويتعاملوا معهم. الشغلة الثانية أنه ممكن الطالب نفسه أشركه بصنع المادة التعليمية، لأنه أغلب الوسائل هي قطع متحركة، فبيقدر الطالب ينقل القطعة لمكانها المناسب، بتصير عملية تركيب. فأنت لما بدك تعلمي باللعب عن طريق اللعب أنت كتير أخذتي من وقت الطالب وقت بفيده، صح، وبتسلى من خلاله بيستمتع اكيد وبيقدر انه يفهم كل المواد. احنا رح نرجع اكيد دكتوره نحكي بكل التفاصيل، لكن بدنا كمان نسلم على باسمه الحكيم. انت ناشطه اجتماعيه وقائده مبادره بادر يلا نزرع. دكتوره ريم كمان انت موجوده بهاي المبادره لان انت اصلا رئيس المدربه اللي وصلتنا للموضوع هذا. تمام، احكي لنا شوي عن هاي المبادره. انا طالبه بجامعه البلقاء التطبيقيه محاسبه، والدكتوره ريم اجت عن طريق مؤسسه انجاز وعم تعطينا دورات كيف نكون نحن قاده بالمجتمع. تمام. وبعد عده دورات نحن والدكتوره ريم ومجموعه من بنات الكليه وصلنا لفكره بادري يلا نزرع، مشروع بخص السيدات، بيهدف للمرأة اللي قاعدة بالمنزل الأقل حظ، منساعدها منوجهها كيف تزرع. هي أصلا أوريدي بتزرع بس هي مش عارفة حالها إنها هي إنسانة منتجة، فنحن منروح لعندها ومنوجهها على زراعة المنتجات الأعشاب، نعناع، فليفلة حلوة، أشياء أعشاب طبية. منوجهها ونحن بنعطيها المحصول ومنعلمها كيف، وهي ما عليها غير تشرف وتسقي، ومجرد ما يجهز المحصول نحن علينا نروح لعندها ناخذ المحصول نبيعه ونسوقه ونعطيها الارباح لها. هذا عشان نعطيها دافع انه انت مرأة اوكي بالبيت، بس بدل ما تضيعي قاعده عم تحكي مع نسوان وجيران وهيك، لا استفيدوا واستغلوا وقتكم وكوني انسانه منتجه وساعدي زوجك وعيلتك واولادك. وبالاخر هي رح تتعلم يمكن هاي المهاره يعني والتقنيه كلياتها حتى بالتسويق. أيوة وبالقصص هذا رح يكون مفتاح، ونحن بعدين نصير انه هي لو حابه اوكي تسوق لحالها ما في اي مشكله، يعني احنا بندلها، وبالعكس يعني احنا بدنا اياها هي توقف على رجليها، بس مبدئيا بنساعدها لانه هي بدها مين دلها روحي هون وبيعي هون وسوقي هذا، وهذا المنتج عليه
ربح اكثر، هذا المنتج اقل. بتعرفي انت المغتربين بس يجوا من برا غالبيته بيحب ياخذ معه اعشاب وزهورات واشياء فيعني انه كثير مجال تسويقي عالي وعليه طلب جدا يعني. فنحن بس بنمسكها بدايه الطريق ومنتابعها، وطول ما هي بحاجه لمتابعه نحن بنضل معها لغايه ما تقول خلاص انا تمام، انا هلا جاهزه اعتمد على نفسي، بنقول لها انطلقي ما في مشكله. يعني هدفنا يعني بدايه. كم من سيده هلا قدرتوا انكم تتابعوهم؟ هلا يعني مبدئيا بلشنا باربع خمس بيوت منخرجه وماشيين ان شاء الله يعني للتوسيع الاكثر، يعني حسب الدعم والامور اللي ماشيه معنا رح نكمل لقدام اكثر ان شاء الله. حلو انه الواحد كمان عم بيستغل البيئه، على سيره البيئه، لانه الدكتوره ريم من المهتمين بمجال يعني البيئه والسيدات. صح، يعني كثير كثير ممتاز. حتى الاولاد بيتحمسوا للموضوع، يعني زراعه بالتربه، حتى الزوج ممكن ياخذ المحصول تاع زوجته ويروح يبيعه، يعني بنحرك نحن الاسره بشكل كامل متماسك يعني. لا فيها فائده كثير كبيره. دكتوره ريم، موضوع البيئه، يعني كل العالم عم بيتجه نحو الحفاظ على البيئه، وللاسف احنا مرات كثير بنشوف سلوكيات، بدناش دائما نقول نكون متشائمين، لكن في سلوكيات فعلا سلبيه. هل هي نتيجه عدم وعي الاطفال، عدم توجيههم اتجاه البيئه بشكل عام؟ ولما بنحكي عن البيئه بنحكي عن كل شيء، سواء عم نحكي عن الاشجار، عن السياحه، الاثار، كل شيء بخص بالمنطقه اللي احنا والبيئه اللي عايشين فيها. حضرتك أسستي موضوع جمعية البيئة وتعديل سلوكيات الأطفال، احكي لنا شوي عن جمعية التغيير نحو بيئة أفضل. جمعية تأسست في 2014، عمرها سنة تقريبا. أساس الجمعية كانت فكرة كتير بسيطة، لكن هي بحد ذاتها بتختلف عن كل الأفكار اللي إحنا تعلمناها. هلأ لما أي طفل لما تحكي له شو يعني بيئة بيحكي لك ماء وتربة وهواء. هلأ كتير في دخلت متغيرات بلشت تتأثر على البيئة، أهم هاي المتغيرات إنه تصرفات وسلوكيات الشخص نفسه. صح. يعني حتى بتدخلي على البيئة نفسها بتلاحظي إنه بعض السيدات لما يتعاملوا مع بعض إذا كان في مثلا تصرفات سلبية بينهم من بعض، بتسمعي كلمة إنه هاي السيدة بيئة أو هذا الطفل بيئة. حتى موضوع إنه من وين أنت جاية أو إيش البيئة اللي أنت جاية صارت تعكس على شخصيتك، على سلوكياتك. صح. فأنا الهدف الأساسي لموضوع جمعية التغيير نحو بيئة أفضل إني أركز على السلوكيات غير الحضارية نحو البيئة. بدي أقلب الصورة، بدل ما الأب بيصير يحكي لطفله إنه ما بيصير ترمي الورقة، تنعكس الصورة إنه الطفل يحكي لوالده إنه هذا الإشي غلط ما بيصير. ليش؟ لأنه الكبير خلص الطبع غلب التطبع، صعب تغيري سلوكياته، لكن الطفل لما يكون من الأساس في ناس تمشي وراه وتربيه وتعدل سلوكياته بطريقة صحيحة، فعلا رح توصلي للنتيجة اللي أنت بدك إياها. كيف عم تعملي هذا الموضوع؟ عم بعمل عن طريق عقد ورشات تدريبية داخل المدارس، داخل الجمعيات الخيرية والتطوعية، حتى قاعد بتعاون مع مجموعة من الأسر داخل منازلهم وبعمل تجمعات للأطفال. كيف بعلمهم؟ أول إشي كيف يحافظوا على نظافة أجسامهم، كيف يحافظوا على طريقة تعاملهم وسلوكياتهم مع الناس، كيف ياكلوا. هاي الأمور البسيطة هي اللي بتخلي الطفل يهتم أكثر لقدام إنه يتصرف بطريقة صحيحة وبطريقة سليمة 100%. بلشنا عن طريق الجمعية نعقد حملات تطوعية نشارك فيها أكبر قدر ممكن من أفراد المجتمع المحلي، يعني ما نختص فقط على الأشخاص المتطوعين اللي بيجوا على الجمعية، لا، نفوت على المنازل ونخبرهم إنه إحنا عندنا ورشة باليوم الفلاني أو حملة تطوعية. وفعلا عملنا مع أكتد والهانديكاب، مؤسسة أكتد الفرنسية والهانديكاب، مع وزارة التربية والتعليم بالمدارس، حملات جدا رائعة بالمدارس، من دهان أرصفة، من رسم على الجدران، من طبعا الطلاب نفسهم اللي داخل المدارس كانوا يتشاركوا معنا بالموضوع ويطلعوا ويرسموا، كان موضوع جدا رائع. فنفسيا الطفل نفسه او الطالب بيفتخر انه انا شاركت بهاي الرسمه او رسمت، او تدريجيا بتغير. بس من الاساس الفكره بترجع للاهل. انا ما بيزبط برا الاسره، هي هاي القصه، ما بيزبط انا برا الاسره اعقد ورش واشتغل واعمل ورش توعويه وبالنهايه الطفل بيرجع للبيت ما بلاقي أم تعلمه السلوكيات الإيجابية أو ما تمشي على البرنامج اللي أنا مشيت فيه. فمن الأساس أي مشروع أو أي تغيير بالمجتمع بده يحصل لازم يبلش ببرنامج توعوي من الأسرة نفسها. طب دكتورة، ما بتحسي يعني هلأ يمكن قبل شوي كنا عم نحكي عن
بادر يلا نزرع، وعم نحكي عن وسائل تعليمية حضرتك عم تحاولي تستخدميها، وعم نحكي عن تغيير بيئة. هل ممكن إنه كل هاي الأمور تكون هيك منظومة متكاملة تقدر تستخدم مثلا هاي الوسائل التعليمية؟ طبعاً. المناهج خلينا نقول يكون فيها جزء كتير كبير أمور إلها دخل بالحفاظ على البيئة والتعامل مع البيئة، لأنه للأسف وبدي أرجع أقول إحنا مش بدناش نكون متشائمين، بس مرات عم بتحس الأمور شوي للأسوأ، يعني هل هو استسهال، هل هو عدم وعي زي ما قلنا، ما بعرف، لكن إحنا استثمارنا زي ما قلتي الأهم بالأطفال بالجيل الجديد اللي هلأ عم بيكون قائم. تمام. أنا بالنسبة إلي كتير متفائلة إن شاء الله يا رب. متفائلة من ناحية إنه بلشت الست يعني بمحافظة إربد، أنا بحكي عن إربد، هلأ عمان يمكن تكون متطورة ويمكن السيدة إلها دور قوي، لكن بإربد فعلا المجتمع الذكوري بيطغى على المجتمع الإناث، لكن بلشت الست توعى تهتم إنه أنا لازم يكون في إلي نشاط، لازم أكون إنسانة يعني إلي قيمتي بالمجتمع، عندي قدرة على اتخاذ القرار، بلشت تنتبه مين أفراد أسرتي، شو بيعملوا، كيف بدي أخليهم ناجحين، كيف أنا كيف بدي أبرز إذا ما كانوا أطفالي أو أبنائي وبيتي بيعكس الصورة اللي أنا جاي منها. فبالعكس يعني بمحافظة إربد بلشت الجمعيات تتقدم بمجال التوعية، البيئة صار في عندها نشاطات كتير رائعة جدا، يعني صارت وين ما تروح في شوارع إربد جميلة ورائعة، في بعض الزوايا والمناطق فعلا بتلاقي فيها خلل، لكن الاكتظاظ السكاني له دور، يعني بإربد صار في عدد كبير جدا من السكان سواء كان أردنيين ودخول السوريين كمان عمل الاكتظاظ السكاني بإربد، هذا الإشي بطلنا نقدر يعني نسيطر على الوضع، فعملية الضبط بدها فترة طويلة، لكن احنا بنحاول قدر الإمكان انه يعني ما نضيع الوقت نعالج المشكله، ورح نوصل ان شاء الله ما دام في ناس متطوعين، ما دام في شباب يعني بتتفاجئي من نشاطاتهم وحبهم للعمل التطوعي والنجاح اول باول. هذا احنا اللي بنتمنى اكيد، ويعني رساله من هون بنوجهها من يوم جديد انه كل واحد فينا اذا قدر انه فعلا يعنى بنفسه ويعنى ببيته واهل بيته ويقدر انه يوصلهم للطريق السليم والسلوكيات الصحيحه، اذا اكيد كل واحد فينا رح يكون كثير بساهم بالحفاظ على موضوع البيئه. احنا سريعا دكتور ممكن اضيف موضوع انه المدارس بلشت تطبق برنامج اعاده التدوير للمخلفات الموجوده كالعلب البلاستيك والمي والسيديات، يعملوا وسائل تعليميه للاطفال، هي كمان كثير حلوه يعني فكره جدا رائعه، بلش الطفل يعني انا ابني بروح ماما اعطيني سي دي، المس بدها سي دي، او ماما لا تكب القنينة بدي اخذها عشان المس تعمل لي فيها ارنب، او فبتحسي انه بلشت فعلا المدارس تهتم بهذا الجانب، بتمنى انه المدارس الحكوميه هي اللي تركز على هذا الجانب وتستخدم الوسائل التعليميه وتركز على ماده الفوم والالوان. اكيد هذا احنا كمان اللي بنتمناه، واكيد من خلالكم ومن خلال جهودكم كمان بتقدروا توصلوا الجميع اللي بر الامان. بدنا نشكرك دكتوره ريم الزعبي، دكتوره في المناهج وطرق التدريس الدراسات الاجتماعيه في جامعه اليرموك، شكرا كمان لباسمه الحكيم. ممكن اقدم شكر بس سريع، انا بشكر اهلي اللي وقفوا جنبي بمسيرتي التعليميه، انا جديد دخلت على المجال التعليمي، وزوجي المهندس قاسم بنهاني رئيس مجلس خدمات بمحافظة إربد، يعني فكله وقف جنبي يعني ودعموني، والكادر التعليمي كتير كتير رائع جدا، كان يعني بيحمس أي حدا. أنا بالنسبة لعمري كبيرة ودخلت على المجال ما شاء الله عليك، فالحمد لله لقيت الجميع وقف جنبي، ما في بعد التعليم اكيد اكيد يعني بالتوفيق. واحنا بنشكرك كمان باسمه ناشطه في مبادره بادري كمان يلا نزرع، بالتوفيق لكل جهودكم، ودائما بنقول لازم نلاقي الداعمين. بشكر كل اللي دعموكم بكل المجالات، شكرا لكم واهلا وسهلا فيكم. مشاهدينا حتى ننتقل لباقي فقرات يوم جديد وضيوفنا، خلينا نروح نشوف هذا التقرير الخاص بالتجميل والعناية بالبشرة مع أخصائية التجميل بهية أبو العينين، وتقرير من إخراج الزميل ينال الرواشدي.